اما الى رجعنا للكسوه ديال المراه خصني جلابه ديال الشتاء، جلابه ديال الربيع، جلابه ديال الخريف، جلابه ديال الصيف، والصباط بحال الجلابه، وجلابه بحال الصاك، والصاك بحال البورطابل. ايوا فضيحه الجميع مشتاق لهاد القرعه هذا. ولا ما بغيتش تلاك ما كتبغينيش، ورا عينك في شي حاجه، ورا ما فيك ثقه، وراك كتجمعهم غير باغي تتزوج، وتنوض عليه عاوتاني القيامه باغيه تكشيطه. العرس جاي ديال اختي، الاسبوع ديال بنت اختي، وجايه العطله، خصنا عاوتاني الرحله في الصيف، نمشيو للبحر، نمشيو للاطلس، ولا بحال الناس، ولا نمشيو لفران، ولا نمشيو يا ودي راه كيقول لك راه حنا هنا واحلين، ماشي عاد نخرجوا لفران، هنا راه حنا كنكملوا غير بالستارتير، غير كنجوزوا القضيه وصافي. هو الراجل مسكين ما كيشري حوايج، كيشري صبابط، حتى الى مرض كيستانف، كتجيه السخانه كيستانف، ولا عاود جيتو كيطلع النقد والابره، حتى كيزيد تقطر عليه روحه كاع ما شرا هاد ولا والو، حتى صبر ما قدر يشريش. وهي لو كان يقيسها غير شويه ديال الروح، اجني دابا ديني الكلينيك، انا بغيت نحافظ على شبابي وعلى صحتي، اجي ندوزو كالسبيطار ديال المخزن. لا 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 لا، ديني العياده اختصاصيه، تحك القضيه ب 50000 فرانك، 10000 ريال، مال هادي ضربها الروح. لذلك اخواتي ضربوا الحساب مزيان، تفكروا مزيان، كيف كيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لست بالخب، ولا سيدنا عمر لعله: لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما يخدعونا شي كروت الحرام من الصليبيين والصهاينه، ويشوشوا علينا في وسائل الاعلام حتى نوليو كنخربوا بيوتنا بايدينا. ودابا انت عندك العرس عند اختك ولا عند بنتك ولا عند عمتك ولا السبوع، ولا خصك تكشيطه ب 2000 درهم. هو اصلا خدام ب 2000 درهم. الا جابك تكشيطه ب 2000 درهم، شنو غتاكل في ذاك الشهر؟ تشريها ب 20000 ريال وتخيطها ب 20000 ريال. علاش؟ وانا واش نرضى ونمشي عند الناس بديك التكشيطه اللي مشيت بها المره اللي فاتت، وانا الكسوه والجلابه اللي مشيت بها ياك لاباس، ياك ما سرقاش، ما خايناش، ما فاسقاش، ما كتسعيرهم شي. انا غادي بالتكشيطه ديال العام اللي فات يوم من بعد، ولا ما عجبوش الحيط والدي راسو على الحيط صافي، واللي وصلوا دنو يعضها وفرقه قتلهم يقطعوا. تكشيطه قديمه، انا غادي على قد راجلي وعلى قد المدخول ديالو، مستورين الحمد لله، مغطيين، ولا قمتو كتمشي شي كاع وتهني ما على من رضنا باس. ودابا ملي كتمشي في هاد الشتا بتكشيطه والشتا الجاي كاين حفله اخرى، ديك الساعه واحده اخرى، فين غنجيبو حنا هاد الفلوس؟ وعلاه زعما هاديك التكشيطه تخليها ديموضات زعما مشات ما نعاودش نلبسها؟ علاه؟ هذا راه تبذير، وهذا راه اسراف. وجول النساء عندهم الماريويات عامرين كيطيحوا ودايرين فضيحه للرجال، علاش؟ خرجت واحد خياطه جديده، خرجت واحد بصله جديده، خرج واحد ثوب جديد، وراهم كيضحكوا عليكم اصحاب الشركات. وعلى هذاك اللي عندك مالو؟ كي خسرتيه بجهودك، وتكفس الراجل وجمع وزير السمطه حتى جرالك، ودرتيه في الماريو. يعني من بان التكاش ما كتبسوش في الدار، كتلبسوه في المناسبات. وشحال عندك مناسبه في هذا العام كاع؟ جوج، لبستها جوج مرات وتبقى هكذاك جديده كتشعل. هي المفروض تلبسها الراجل في الدار، ملي كتجي الراجل للدار كتلبس بيجامه قديمه ودايره فوق منها الفواطه مطلصه بالحموم والثوم والبصله والقزبور معدنوس طاليه الحيره ديال الشهر هذا، وكتدور قدامه بحال الجفاف. ومنين تبي تمشي خصني تكشيطه جديده دابا، ولا نخرج انا وياك بالجرنال؟ خرجي دابا الخرا اللي يخليك. ايوا شو المفروض شريك بالثمن لبسيه ليه هو، ماشي البراني وعاد عندك يقولوا لكم بانه راكي سبقتي جيتي بها هذيك المره، واش ما عاودتيش جيتي تكشيطه اخرى؟ ما جريتش شغلك؟ اويد نجري جان. ولذلك اخواتي اللباس الجميل الغالي المحبوب
لديكن يلبس لأزواجكن وليس للأجانب عنكن.